جاء نهار 24 جان في 2004 وكل يتشدد تختها الكياسات زربية الرومبوانات قريب يزرعوا فيهم الحبق والعترشية درابوات تدلدل من البوتوات كميون البلدية يعبي بلا مرتين في النهار تونس بحشيشها بريشها بمواطنيها بوليسيتها بصبابتها بمديريها بوزرتها ناصبين القاعدة قدام التلفزة شبيك رانا منظمين كاس افريقيا اللي يقولك تونس الخضرة تلعب كونتر غينيا ورواندا والكونغو شعار المرحلة باش نقطعوكم المعلم شايخ وشعب كامل مولى الدار مشهوني كاس افريقيا 2004 خاصة كانت اوتي للسلطة القائمة باش تزيد تثبت وجودها في البلاد كل شيء الحمد لله والشعب التونسي فرحان والشعب التونسي شيخ والشعب التونسي ها وكل مرة نعملوا له تظاهرات سواء كانت علمية أو ثقافية أو سياسية أو رياضية 2004 هي سنة انتخابية ونذكر أنها كانت سنة انتخابية وعيد فيها انتخاب الرئيس بن علي تعدات مسألة الانتخابات وترشيح بن علي في أكتوبر 2004 كانت هي بطريقة أو بأخرى تهيئة المناخ جيد مناخ باهي الانتخابات 2004 بيني وبينك أنصون فوتي لا رجبا المهم نحن تونس تربح المهم الكوب دافريك في تونس المهم الغازون والكرة كان الخيار متاع السلطة السياسية وقتها تحب روحك مفرهد ولكن اسكت ولا هذا هو تقريبا ولكن ما تتكلموش مفرهدين وساكتين معدينا شوية كاملة نتفرجوا في الطباب الوزكاكر جمولة وجحافل سونيا تكبري وحس البارود يسمع لزويتل جبب بشويشي ومشامم وكرتاج عليسة وحنا باع وحانون وفرت الطوات مقطعة الدنيا مدعوكة والملاعبية قلوبها مقبوضة يستناو في اللوحات الاستعراضية توفى بشياب يفضوها مع رواندا بالنسبة لي أنا ما ننساهش في البريباراسيون بتعليت الماتش مرقتش ما جانيش النوم مخمم لعبت الماتش ديجا وانا في فرشي نكست 94 قعدت في مخاخنا داخلين معناتها الماتش ندوزيو في الماتش الماتش الاول كان ثقيل كان ثقيل لانه لوفيرتور معناتها انتظارات نتاع الشعب التونسي نتاع الراي العام التونسي كانت كبيره اي فريق هو هو يحضر معناها باش يورغانيزي للكوب دافريك باش تكون عليه ضغط وخاصه في المقابله الاولى ديما كنا على ضغط كي تشوف المنتخب اللي مش يلعب ضده معناتها عادي جدا بالنسبه لنا نحن احنا كان يلعب معنا في النورمال نعطيه 4-5 اما نحن ثقل المقابله واول مقابله مش يلعب في كوب دافريك وقدام معناتها 60,000 متفرج والناس كل تتابع فيك والفستيفال اللي صار واحد الناس كل معناتها خايفين احنا ما عملناش لي شيف مو في التيران عملناه في الصاله لوط ما نعرفوش شنو هي وضعيه التيران وشنو هي الجمهور كل واحد قاعد يتصور في إيماج كيفاش باش يكون راتس يعني تسخن وتخمم كنا أنا زيرو ورجعت لنا رواندا في الأنا ودخل فينا الدود تشوف راتس سكت معناتها فهمني سيفري بعد التعادل هكيك بون مي كنا حاسين بأنه المنتخب مش يرجع ومشي مشي مركي وهذاك اللي حصل زيد الجزيري توسيع باب العاشور الماتش الاولاني هو اللي حللنا الافاق نتاعنا بون معناتها ما عادش نخافوا مع حتى حد صلحنا من اخطائنا في الماتش الاول الماتش الثاني تلقى روحك ايكيبا اخرى يعني برافو مسيو لو مير يعني لابخي لو ريسك مي مسيو لو مير نعرفه انا قال لك مادام عيط لك راني نعرف الامكانيات نتاعك في الماتش الثاني نتاع الكونغو عنده ماتاكون لوا لوا كان قاعد ناكد لك كانت نجم تكون رجلتها اخرى كورة خطيرة الولوة ضاعت من الولوة لا على القائم الثاني أنا مرتحت ومتنفست لما أخذها هو ورقة حمراء والحمراء والحمراء الولوة لوة لوة يرتكب خطأ العمر وسعد رجل مير أي سعادة بالعكس مشى حمل فيه وكذا إذا ننتظر بداية المباراة واللقطة المميزة رجل مير يعانق الولوة جاء المباراة الثالثة اللي هي ضد غينيا الاستوائية نهار عيد كبشي دور الكبشي دور وقرونونا الطاحة
ما نجمش نروحوا من الوتيل، دونك روجي لو ماري لا بروبوزي باش يعيدوا في الوتيل. جبنا نسانا الناس الكل، عم ذبحونا ثلاثة علالش. التوانسة في بلاصة باش يعيدوا جاي وعيدوا معانا في التيران، يعني حاجة تحسب لهم. التوانسة ما عيدتش عيد كبير، التوانسة تبعت الكوب دافريك. تونس باش ينسى العيد الكبير وما يهتمش بيه، وحتى حد مشكال علوش غالي ولا مش غالي، والناس كله مركزة على ليكيب ناسيونال. سي كو la coupe 2004 l'édition 2004 c'était une édition de tous les tunisiens في الديار الكل في تونس الكل. ماتش تونس وغينا جا في عيد الكبير، نهارتها الناس كلها عيد الكبير المقتال في التونسي، يذبح يشوي ويمشي يشرب. كي نقول لك معناها اكثريه الجماهير اللي جات كلها شيخه، كلها في غيبوبه زين. وهذه الاجواء في يوم العيد ان شاء الله عندنا واحد واحد ترشحنا احنا المنين هما ثانيين. ما شكينا حتى لحظه في انه المنتخب مش يتعدى البريمي تور. البريمي تور كنا رانا براتيكمون متاكدين من انه مش نعديوه لباس، وهذا هو اللي صار. وهذه البدايه ومازال تبعونا في الحلقه الجايه باش نحكيو كيفاش عشنا مقابله الربع النهائي ومشينا واحده واحده للفينال. وكره في الجزاء للجزيري بالراس المهاري والهدف الاول.